اهلا فيك في حلقه جديده من تاملات فكريه. اليوم بدي اخذك معاي بالمشوار اللي عم بلفه عشان نحكي انا وياك عن المعنى الحقيقي لكيف تستنبط الحكمه من بين الاشياء. الطريقه اللي تعلمنا فيها مفهوم التعلم دائما مرتبط بخط زمني. شو يعني خط زمني؟ تاخذ معلومات، تتعلم المعلومات، بتزيد المعلومات مع الزمن، بعدين بصير عندك علم أكثر وأكثر. فالطريقة اللي أوريدي نستخدم فيها كل العلوم بتعتمد على التدريج في أخذ المعلومات، والتدرج في أخذ المعلومات معناته كل ما زادت كل ما زاد علمك. هلا هذا الشيء بتضمن إنك أنت بالعمق ما عندك أصلاً معارف موجودة، ومن وقت ما ولدت لوقت ما تموت بدك تضلك تلم معارف حتى يصير عندك علم أكثر، حتى تقدر تحقق نتائج أفضل وأسرع وسحرية أكثر بالحياة. ولكن أنا هون عشان أقول لك هذا كلام مش صحيح. هل في مشكلة بالتعلم؟ أكيد لا. أنا من أكثر الناس اللي بتعلم وباخذ كورسز وبقرأ، ودائما وأبدا on the top of my game، يعني دائما وأبدا بخلي حالي متجدد في نوعية المعلومات اللي بتدخل ذهني، لأنه بعرف بالنهاية المعلومات طاقة وعندها القدرة ترفع التردد الطاقة تاعي وتوفر علي سنين وسنين وسنين من جهد بمعلومة بسيطة تقدر تغير حياتي. ولكن في طريقة أخرى أو في منهج آخر، ولما يحصل تزاوج بين المنهج اللي حكيت لك إياه عن طريق التعلم التقليدية والمنهج اللي راح أحكي لك إياه، راح تشوف راح يصير عندك سوبر باور بطريقة التعلم. المنهج اللي بدي أحكي لك إياه هو منهج التذكر. التذكر بتضمن إنه في إشي أنت أصلاً بتعرفه، أصلاً فاهمه، وعم بتمر بعملية تذكر إلو. طيب ايش الاشي اللي انت اصلا عارفه وفاهمه وبدك تذكره؟ خليني احكي قصة صغيرة عشان اوضح لك المقصد من اللي قصديها. بتذكر مرة كنت بريتريت بمعتزل بمصر، وكنا عم ناخد مع معلمة اسمها هيرة حسين، عم تحكي لنا عن القلب وعن حكمة المصريين وعن الهندسة الكونية وعن كل هاي الامور. فبتذكر في واحد من اللي كان هناك كان بروفيسور بالسايكولوجي، فقعدت أحكي معاه فحكالي إيهاب عنوان الكورس رهيب لأنه اسمه مدرسة التذكر. فحكالي إيهاب أسرع طريقة لتيقن أو للنوينج اللي جواتك لتعرف شيء هي تتذكره مش تتعلمه. لذلك لما نبلش نعرف انه جواي في معارف اصلا موجودة، اصلا ancient، اصلا خالدة، كل الحكمة اللي موجودة بالكون اللي كانت او راح تكون موجودة داخل ذاتك، لانها ذاتك الحقيقية بتخترق ابعاد المكان والزمان. فاللي انت بدك تعمله اكتر من التعلم هو التذكر. فبصير التعلم تاعك نيته تختلف من التعلم من مكان صفر، لأني أنا بتعلم عشان أتذكر. يعني أنا حاليا ممكن أقرأ كتاب روحي، نفرض كتاب لأيكارت تولي، لأديا شانتي، لموجي، لأي حد من المعلمين الروحانيين، وما بقرأ بهدف أتعلم إشي جديد، بقرأ بهدف أحس عشان أتذكر الإشي اللي أصلاً بعمقي بعرفه. هاي معنى كلمة إشي نور جواي. نور جواي يعني إشي موجود انحط عليه نور فأنت بلشت تتذكره. سوري على الصوت. فأنت بلشت تتذكره. فهذا رح أطلب منك تبلش تغير توجهك لما تقرأ أي كتاب مستنير أو أي شخص عنده معرفة عالية. بدل ما تروح بهدف التعلم، ليه ما تروح بهدف التذكر؟ والتذكر رح يحتاج منك تفعيل حواس حدسية وحواس حسية أعلى. يعني بتطلب بدل ما تيجي تحلل الأمور من الدماغ الشمال من الطاقة الذكرية، بتطلب شوية تسقط لإحساس المعلومات. لأنه لما تسقط لإحساس المعلومات وتبلش تحس اللي عم بنحكى بدون ما تحاول تحط بوكس أو تمسك بكل كلمة، اللي رح يصير هاي الأحاسيس رح ترشدك لأماكن داخلية جواتك
فهاي الأماكن بتذكرك، فلما أنت تتذكر راح تحكي آه هلا تذكرت. والتذكر هي أسرع طريقة لاكتشاف الذات. فخلينا أعطيك مثال. ولا تخيل ستيف جوبز صار معاه لما كان عايش صار معاه كوما ونسي كل إشي، نسي مين هو، نسي شو اللي بيعرف، ونسي كل إشي. وأنت كنت كوتش وجاء عندك ستيف جوبز بعدها قال لك اعمل لي كوتشنج عشان أصير ناجح. هل رح تقعد تعلمه تقنيات واستراتيجيات كيف يكون ناجح، ولا رح تساعده يتذكر مين هو أصلا، الإشي اللي بيعرفه أصلا، لأنه هو أصلا جواته فاعلية ونجاح ونظرة حدسية للحياة بتساعده يكون يدخل في حالة إبداع عالية؟ الجواب أنا وياك نعرفه، أكيد رح تساعده إنه يتذكر. طب ليش هذا الإشي مختلف عنك؟ هلا يمكن ذهنك يقولك بس ستيف جوبز غير عني، مش حقيقي، هو بيمثل الجزء منك اللي لقى الفرادة أو الإبداع الخاص تاعه. أنت عندك ستيف جوبز بطريقتك الخاصة، يمكن مش بالكمبيوتر مش بأبل، بطريقة تانية وظيفتك تتذكر. لذلك الشفاء العاطفي هو دائما وظيفته يقيم اللايرز، يقيم الطبقات عشان تتذكر. لذلك إذا أنت بكون صارت معك تروما وعم تعمل شفاء، أول ما تقيمها ببلش يجيك داونلودز، تحميلات فكرية، فبتبلش تتذكر مين أنت بالعمق، وبلش يجيك فهم أعلى للموقف. هذا كله من التذكر. فأنا هدفي أو غايتي من هذا الفيديو بشكل عام إني أغير الطريقة اللي أنت بتقرأ فيها الأمور، من إني أنا ماسك ورقة وبدأ أتعلم كلمة بكلمة، ما في مشكلة بالكتابة، لشوية تفتح سبيس لتحكي بقدر أقرأ هون بغاية التعلم، بغاية عفوا التذكر، التذكر لإشي أنا بعرفه، وبقدر أسمح لهذا الكتاب المستنير أو هذا الفيديو أو هذا الشخص يرشدني أتذكر الإشي اللي أنا أصلا بعرفه بالعمق. هيك توجه كل التطوير تاعك رح يختلف من تطور الذات لتذكر الذات، لأنه التذكر هي عملية مستمرة استمرار الحياة. واللي بوعدك لما تبلش تدخل في خط التذكر في إشي بمنهجيتك عن التعليم رح تختلف ورح تصير أعمق مليون مرة. فشو رأيك هذا الفيديو بدل ما تحاول تحلله تجرب لأول مرة تستخدمه إنك تتذكر عن طريقة حس المعلومات عشان ترشدك لتذكر أعمق عن حالك؟ وأنا هيك بنصحك أصلاً تحضر كل الفيديوهات اللي بعطيها كوسيلة للتذكر مش للتعلم البارد أو التعلم التحليلي اللي إحنا تعودنا عليه بالمدارس. أقعد على الكرسي بدي ناس تعطيه معلومات، هذا إشي بشوفه بالكورسات أول يوم ببلش، عاتب كل ناس أعطيني معلومات اللي أحطها ببوكس. يوم الثاني يوم الثالث لما يبلشوا يستسلموا أكثر ببلش تصحى فيهم أو تنور فيهم الأشياء اللي أصلاً بيعرفوها ولكن لبساطتها خفيت عنهم. فهاي رسالتي لك بالنهاية إنك تبلش تدمج منهج التذكر مع منهج التعلم، وشوي شوي تبلش يبلش يرشدك. وشكراً، باي باي.